لا وشلونكم؟ اليوم اشتريت الرجل مال الخروف، هذا 5 باونات ونص من نيوزيلند، وهاي اللحم. هاي أول مرة دا أجرب وهاي فرحانة لأن من زمان أريد أجرب وبدأ يصير وقت، ومرة تلق إن شاء الله أسوي قوزي عراقي. هذا اشتريته من أسواق العربية، ومثل ما قلت هذا من نيوزيلند، أعتقد يقولون نيوزيلندا، ما أعرف شلون بالعربي. راح أروح أغسله أول شي. أوكي غسلته، بس شوية البياض اللي عليه راح أشيله، مو هواية بس شوية، أصلا ما بيه هواية بياض، هواية نظيف يبين. اوكي ليجي كل الزين، شلش قد ما اقدر. هسه راح ازرفه بالسكين كل مكان حتى احط ثوم وقرنفل بيه. قلبه نفس الشيء هنا، ثوم وقرنفل. أخذت رأس كامل مال الثوم وحطيت حوالي نص ملعقة كبيرة مال القرنفل حسب انتو ايش قد عندكم. أخذ الثوم وأحشكه بكل واحد شي، وأحط قرنفل وياه. اوكي قلبت بجهة ثانية ودا أعبيه. اوكي وكله حشيته هيجي. اوه هذا اللي يطلع، خلي ادخله. وين تروح يا ولد؟ كلهم حشيتهم ثوم وقرنفل، وهسه راح نسوي التتبيله. ملعقة كبيرة مال ملح، ملعقة كبيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة مال كمون، نص ملعقة صغيرة مال كركم، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقتين كبار مال خل الابيض. انا عندي ليمونة كاملة راح اعصرها. وهنا أنا عندي ربع كوب مع زيت زيتون، بس راح نخبط. والتتبيلة جهزت. اوكي هسه راح ناخذ التتبيلة ونحطها بكل مكان اللحم. قلبه نسوي نفس الشي بهاي الجهة. ورق مع الطبخ راح احط 2 اوراق خلق كبر مالتهم، راح اقص راس مال البصل. حوالي 8 فصوص مال الثوم، هم راح اقصهم بالنص ووزعهم. احط 3 دارسين، راح ارش قرنفل وراح ارش هيل. راح نحط اللحم فوقاته، راح نسدها. أنا عندي السيلوفين راح أحطه، راح أحط كم واحد لأن لازم يغلف كله زين. يجي كل زين وراح أدخله الثلاجة. هسه طلعت الرجل مال اللحم من الثلاجة. هسه يمي ساعة 3:15 الظهر، وأنا حطيته بالثلاجة البارحة ساعة 9:30 بالليل، فقعد بالتتبيلة ساعات طويلة، فطعم يكون كل زين إن شاء الله.
هسه راح نحطه بالاوفن. الصينيه مال الاوفن نحط اللحم عليها، راح ادخله بالاوفن درجه حراره 400 الى مده 3 ساعات. المي راح هم اضيفه